Good morning, my student, grade 8. How are you? Today, I want to talk about a new chapter. Okay, حنحكي عن شيء جديد اليوم. Deficiency of the immune system. حنحكي اليوم عن deficiency of the immune system. What is the meaning of deficiency, Miss? Deficiency معناته نقص. Okay, نقص بالimmune system. Okay. الimmune deficiency لما يكون أنا عندي أنا immune deficiency يعني نقص بالجهاز الimmune system بيكون أنا عندي disorder. What is the meaning of disorder؟ يعني خلل. Okay. In the immune system. الimmune system بيكون عنا فيه disorder. فيه خلل يعني منه normal. Okay. Where is 2 weeks حيكون هو الimmune system تبعي. Okay. لما يكون أنا عندي immune deficiency حيكون 2 weeks. And unable ما عنده ability ما عنده قدرة to fight infection. ما عنده قدرة لحتى يحارب الinfection أو حتى يحارب الجرم. إذا فات عندي بكتيريا. فهون بيكون أنا عندي immune deficiency يعني عندي انا خلل بجهاز المناعة تبعي. اوكي منه شيء نورمال اكيد. اوكي فلانه الاميون deficiency هو شيء منه نورمال فهو في احنا عندنا تو تايب للاميون deficiency. عندنا نوعين يا بيكون عندنا congenital. اوكي congenital او acquired. اوكي what is the difference بين first type and second type؟ الفيرست تايب هو كونجنتال بيكون بيصير عند البيبيز. اوكي يعني حديثين الولاده عند البيبيز. اوكي طبعا هيدا الكونجنتال بيكون السبب لإله الكوزز لإله بيكون انا عندي ديس اوردر خلل ان بون مارو. اوكي يعني بيكون انا عندي خلل بالبون مارو يعني البيبي اثناء الديفلوبمنت لإله انسايد ذا يوتيرس اثناء الديفلوبمنت تطوره انسايد ذا يوتيرس برحم الام بيكون انا عندي صار في عندي ديس اوردر خلل بالبون مارو. واحنا بنعرف يا مس انه البون مارو هو الريسبونسبل هو المسؤول عن البرودكشن عن انتاج الوايت بلاد سيلز كل الوايت بلاد سيلز ان كان التي لينفوسايت ان كان البي لينفوسايت ان كان الليكوسايت سوري ان كان الجرانيولوسايت او المونوسايت. اوكي انه بشكل عام الليكوسايت كلياتهم بينعمل برودكشن بالوايت بلاد سيلز. فاذا انا كان عندي ديس اوردر بالبون مارو يعني ما عندي انتاج بالبون مارو فاكيد حيكون انا عندي كمان اميون ديفيشنسي حيكون ناقص بجهاز المناعه. ففيرست تايب هو الكونجنتال بيصير عند البيبيز. اوكي ما بيكون انا عندي بجسم البيبي بون مارو يبقى ما حيكون في انا عندي انتاج للوايت بلاد سيلز. اوكي طبعا شو التريتنج له شو العلاج له بكل بساطه العلاج له بيعملوا له جرافتنج طبعا ما انه شيء سهل. اوكي بس له علاج. اوكي غير الاكوايرد. اوكي بجرافتنج بون مارو بيزرعوا للبيبي بون مارو بيزرعوا له بون مارو لحتى يصير يعمل برودكشن للوايت بلاد سيلز. اوكي فالاميون سيستم ببلش يعمل فايت ببلش يدافع بيصير في انا عندي اميون سيستم. سكند تايب اللي هو الاكوايرد. الاكوايرد هو عباره عن يعني مكتسب. اوكي يعني بيكتسبوا الانديفيديوال او بيكتسبوا الشخص لما يكون عمره فور اكزامبل 20 20 30 حسب. اوكي يعني يكتسبه هو مرحله متقدمه. اوكي احنا بنسميه ايدز. اوكي وعلى طول كلياتنا بنسمع بالايدز. اوكي الايدز هو ديزيزز مرض. اوكي ومرض منه سهل ابدا. اوكي هو هذا الايدز كوز ديث. اوكي بيسبب موت طبعا. طب كيف بيصير انا عندي هيدا الديزيزز كيف بيصير عندي هيدا الايدز؟ الايدز بيصير هيدا الديزيزز لما يفوت على جسم البيشنت او يفوت على جسم الانديفيديوال اتش اي في فيروس. اوكي لما يفوت على جسمنا اتش اي في فيروس يعني فيروس اسمه اتش اي في. طب ليه انا سميته اتش اي في؟ شو اختصاره؟ اتش اي في هو عباره عن هيومن لانه بيصيب الهيومن. اوكي هيومن اميون ديفيشنسي فيروس يعني هو فيروس بصيب الهيومن وبسبب لهم اميون ديفيشنسي. اوكي فاحنا لازم نعرف اختصاره للاتش اي في. هو معروف بالاتش اي في فيروس لكن الكلمه كلياتها هو هيومن اميون ديفيشنسي فيروس. والايدز هو ديزيزز كاسم الديزيز المرض كلياته اسمه اكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم. اوكي يعني هو مرض بسبب لي نقص بجهاز المناعه. اوكي طيب اوكي ال HIV infection هو عباره له 3 phase phase 1 phase 2 and phase 3. first one infection phase يعني الفيز لما يفوت عنا الفيروس. اوكي هون بهيدي الفيز يا مس ال HIV فيروس بيفوت بيعمل اتاكت بهاجم التي لينفوسايت بهاجم التي لينفوسايت. اوكي اللي احنا بنسميه T4. اوكي تي لينفوسايت او T4 بهاجم التي سيل وهنا
هاي الفيز بيكون الاميون سيستم تبعنا ما حاسس ابدا او ما عارف انه انا في عندي اتش اي في فيروس، فبيكون هيدا الاتش اي في فيروس نون نوتست، يعني منه ملاحظ. الاميون سيستم تبعي انا ما عارف انه انا في عندي فيروس بقلب الجسم، هو اوكي بيكون بفوت بيتخبى بقلب التي لمفوسايت، بيفوت على قلب التي لمفوسايت بيتخبى فيها. هلا حنشوف لقدام. اوكي طيب اوكي، هاي الحاله هاي الفيز ممكن تبقى من 6 مانث ل 2 يير، تخيلوا ممكن تبقى لسنتين. يعني احنا عندنا اتش اي في فيروس ونحن ما لنا عارفين. سو ذا انفكتد انديفيديوال، هذا الانديفيديوال اللي مصاب بالاتش اي في فيروس يلي فات الاتش اي في فيروس على التي لمفوسايت وتخبى بقلبه وبلش يعمل ملتيبليكيشن، بلش يتكاثر بقلب التي لمفوسايت. اوكي فهاي اللي بيكون هو ريميل هيلث، يعني بضله هيلث، يعني بضله صحي، منه عارف انه في عندي انا اتش اي في فيروس. فبنسميها احنا هيدي الفيز سيرو نيجاتيف، يعني سيرو نيجاتيف يعني التست او النتيجه حتكون نيجاتيف، يعني ما انا ما عندي اتش اي في فيروس بيطلع، بس هو بالحقيقه عندي اتش اي في فيروس. اوكي الفيز 2 سيرو بوزيتيف فيز، السيرو بوزيتيف فيز هو لما الاتش اي في فيروس يطلع اكسبلودد، يعني بيفتح او بيفجر التي لمفوسايت وبيطلع لبرا وبيبلش الاميون سيستم، هون ساعتها بحس انه انا عندي اتش اي في فيروس، بس تاخر الوقت ببلش التي الاميون سيستم شو يعمل؟ سيكريت انتي اتش اي في، يعني ببلش يفرز انتي بودي ضد هذا الفيروس، ببلش يفرز انتي بودي ضد الفيروس، يعني ببلش يفرز انتي اتش اي في. ساعتها هاي الفيز بنسميها احنا سيرو بوزيتيف. بس مس هون احنا بالسيرو بوزيتيف، اوكي بهيدي الفيز بيكون الاميون سيستم تبعنا خلص يعني ما عاد يلحق لكميه الاتش اي في فيروس يلي صار عددهم كثير كبير مقارنه مع كميه الانتي بودي، يعني تي لمفوسايت عددهم قليل اوكي مقارنه مع الاتش اي في فيروس. تخيلوا الاتش اي في فيروس قعد سنتين تو يير بقلب الاميون سيستم ويجهز يعمل ملتيبليكيشن، فقد ايه حيكون عدد الاتش اي في فيروس كثير مقارنه مع البي لمفوسايت او التي لمفوسايت. اوكي فهون الاميون سيستم ما في طريقه قدامه غير انه سيكريت انتي اتش اي في انتي بودي، بيفرز انتي بودي طبعا ما حيقدر يعمل يعمل فايت لهذا الفيروس. فاخر شيء حتكون عندي الفيز ايدز فيز. اوكي هاي الايدز فيز مرحله الايدز، فهون خلاص بيكون الاميون سيستم تبعنا اتدمر، الاتش اي في بيكون دمر لي ديسترويد التي لمفوسايت، فبيؤدي انا عندي لديكريز بقل كثير نمبر من التي لمفوسايت، فهون فاينلي الايدز بيسبب لي ديث كوز ديث. اوكي خلينا نشوف هيدي الصوره. اوكي جايز شوفوا انا بدي اياكم تشوفوا هون عندي، شوفوا نمبر اوف، اول شيء عندي هاي سيرو بوزيتيف لحديت هون سيرو بوزيتيف اخذت 66 مانث، اخذت 66 شهر. عندي الانفكشن هون زيرو. اوكي عندي لما صار في عندي انفكشن نمبر اوف ذا تي لمفوسايت واز 800، كان اوكي 800 اوكي نمبر تي لمفوسايت، ف بلش النمبر اوف ذا تي لمفوسايت يقل 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 يقل. اوكي مع انه في انا عندي انتي بودي، هي بالسيرو بوزيتيف لما خلص لما تي لمفوسايت عرفت انه انا في عندي اتش اي في فيروس وبلشت تحارب وبلشت البي لمفوسايت تعمل سيكريت للانتي بودي، بس الوقت كان متاخر شوي. اوكي فبلش التي لمفوسايت تنزل لانه مين عم بيعملها ديسترويد؟ الاتش اي في فيروس بلش يدمر بالتي لمفوسايت. اوكي فبعد 66 شهر انا صار عندي فوتد بمرحله الايدز، فهون بسبب اخر شيء خلص في انا عندي ديث. اوكي خلينا نشوف هيدي الصوره شوي. مس شوفوا انا عندي هون حبلش بالاتش اي في فيروس، هيدي الاتش اي في فيروس بيعمل اتراكت بيفوت على التي لمفوسايت، هي اول مرحله الاتش اي في فيروس بيفوت على التي لمفوسايت. اوكي بيعمل لها اتراكت يعني ببلش يمسكها. اوكي بعدين بانتريت بيدخل عليها، بعد ما عملنا بانتريت اذا بنلاحظ انه الاتش اي في فيروس بلش يعمل ملتيبليكيشن، بلش يتكاثر انصاد التي لمفوسايت، بلش يعني يكتر يكتر حاله 100 1000 2000. اوكي فصار في انا عندي ملتيبليكيشن انكريز ان نمبر لل من الاتش اي في فيروس. اوكي والتي لمفوسايت عددهم كونستانت ثابت. اوكي ف 4 اوكي بيكون انا عندي نيو اتش اي في فيروس بيعملوا اكسبلوجن للتي لمفوسايت وبيطلعوا لبرا بعدد كتير كبير. اوكي ببلشوا يعملوا ديسترويد، ببلشوا يدمروا التي لمفوسايت. اوكي طيب ببلشوا طبعا
الـ HIV فيروس اللي طلعوا ببلش بيرجعوا بيعملوا infection أو بيرجعوا بيدمروا خلايا T lymphocyte، بس طبعا بيكون عندهم كتير لارج، فعشان هيك الـ immune system خلص ما عاد بيصيروا positive phase، ما عاد يلحق لـ HIV فيروس، لأنه بيكون HIV فيروس خلص فاتوا وعملوا multiplication والـ immune system ما عارف إنه في أنا عندي فيروس. أوكي finally الـ HIV transmitted. أوكي كيف إحنا بننتقل الـ HIV فيروس؟ كيف بيفوت إحنا الـ HIV فيروس؟ الـ HIV فيروس ممكن عن طريق ينتقل عن طريق contaminated blood، يعني إذا أنا لا سمح الله حدا مصاب بـ HIV فيروس أوكي ونقل لي لإلي blood أوكي ساعتها أنا كمان بنصاب بالـ HIV فيروس أوكي، أو مثلا إذا أنا عندي حدا معه كمان AIDS أو معه عنده HIV فيروس إن his blood أوكي واستخدمت انا نفس الندل، يعني هو استخدم ابري وانا استخدمت نفس الابره اوكي، كمان ممكن انا يصير عندي HIV فيروس. وفاينالي HIV فيروس بينتقل من المذر اوكي للبيبي اللي بيكون او لليوترس للجنين يلي بيكون بقلب اليوترس. اوكي ثانك يو ماي ستودنت فور يور لسننج.